السلام عليكم. اليوم كندير طاجين ديال الدجاج بالخضيره، طاجين اللي هو عادي الناس كامله كتعرف كيفاش يدار، كتختار غير الطرق وصافي. اما النتيجه وحده، شرملت الدجاج، ثومه ومعدنوس والعطريه، فلفل اسود، زنجبيل، هذا راس القرفة، راس المعلقة، ملح، زيت الزيتون، و الكركم. اللي بغى يزيد يعني واحد شوية سمن عادي، أنا هادشي اللي كيعجبني فيه، أولا حط طريف من الضامة ديال السمن، والضامة الزعفران، شوية كتعطي واحد النكهة زايدة. قليت البصلة مع زيت الزيتون، حطيت الدجاج، دابا كنقلبو، من بعد غادي نستف الخضيرة فوق منه كاملة، شرمولة اللي بقات لي ديال الدجاج كنقويها من الفوق، نزيد شوية العطرية، نخليه يطيب على خاطرو. الطاجين الحاجة الأساسية اللي فيه أنه تطيب بالمهل. انا استفدت الخضيره، انا صراحه كنت مشاهيه الطاجين بالقرعه الحمراء والبطاطا، ما زدت حتى شي حاجه اخرى في الصراحه، لحساب القرعه ما كنستغلوهاش حنا الاغلبيه غير في كسكسو، لا درنا شي شوربه، يعني صراحه هاد الخضره ما كنستافدوش منها بزاف، هي نقدروا نديروا بها الطاجين، نقدروا نديروا شوربه، نقدروا نديروها في الفران معسله، ان شاء الله ندير لكم وصفات اخرى بها، حتى كوفيتير ديال مربى القرع ان شاء الله غادي نديرو معاكم. استفدت هنا الخضيره وزدت هذيك الشرموله اللي بقات لي، وحطيت جوج الفلفلات حارين من الفوق غير باش تينسمو الشكل تاني، ما زدت لا ما لا حتى شي حاجه، لحسب القرعه كتلق الماء ديالها كامل، غير ديك الشرموله اللي كانت باقا فيها داك الماء هي اللي خويت من الفوق، زدت غير ديك الشرموله اللي كان فيها شويه ديال الماء، راه شوفوا القرعه كيفاش كتطلق الماء بزاف، فخليت تقريبا ساعه وساعه حتى لساعه ونص على نار هاديه باش طاب على خاطره وطلق لنا الماء ديال القرعه. صراحه كنتمنى تجربوا حتى نتوما وتستافدوا من خضره ديال القرعه، راها مفيده بزاف خصوصا في هاد الجو البارد، والطاجين جا خفيف يعني ما ضر لا في المعده لا حتى شي حاجه وخف الليل، وان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات اخرى للقرعه الحمراء. نتمنى ما تبخلوش عليا باللايك وبالمشاهده الكامله للفيديو، جزاكم الله خير، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو قادم. شكرا.